بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير طالباتي وحبيباتي في الصف الثاني ثانوي لعام 1442 الفصل الدراسي الأول. لازلنا في مادتنا مادة فقه واحد وفي فصل الثاني هو البيوع المحرمة. تعرفنا في الدرس الماضي على السبب الأول من أسباب الكسب المحرم هو الظلم، وتعرفنا على أنواعه الأربعة. اليوم بإذن الله سنتطرق إلى النوع الثاني وهو السبب الثاني لدينا، وهو بسبب الربا. الربا تعريفه في اللغة هو الزيادة، وقال ربا الشيء، وقول الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أما في الشرع والزيادة تأخير مبادلة أموال مخصوصة وهو محرم كما نعرف، وهو من كبائر الذنوب. يقول الله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، أيضا يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الربا. الربا ينقسم لدينا إلى قسمان رئيسيان، ربا الديون وربا البيوع. القسم الأول وهو ربا الديون، وينقسم أيضا إلى قسمين وهو الزيادة في الدين عند حلوله والزيادة المشروطة في أصل القرض. مثال ذلك أن يأتي رجل ويطلب من شخص آخر قرضا سلفا، فيقول هذا الشخص سأسلفك 10,000 ريال وترجع لي بعد سنة، فيحل الحول ويأتي بعد سنة ويرجع له 10,000، يقول لا أنا أريدها 12,000 ريال. هذا هو الزيادة عند الدين عند حلوله، ويكون معناته ذمة شخص في ذمة، يكون الدين في ذمة شخص لآخر سواء منشأ قرضا أم بيعا أم غير ذلك، ثم يزيده عند حلول هذا البيع وهو محرم. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يقترض من شخص مالا، أيضا نفس القضية، نقترض مثلا محمد من خالد، محمد يعطي خالد مثلا 10,000، وعند اقتراضه يقول أنا سأشرط أقرضك لكن بشرط ترجع لي إياها 12,000 أو 11,000 ريال، فهذا أيضا شرط عليه في أصل القرض. أما الأول فشرط عليه زيادة في عند حلول البيع، وكلها هذه من الربا لأنها فيها زيادة، لأنها زيادة، ويعني الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الأمر من المحرمات واجتمع فيه الربا وهو أصل وهو من أصول الربا. الحكمة من تحريمه أن فيها عدة أمور بالنسبة للفرد، فإن هذا الشخص يدل على جشعه وأنانيته كما ذكر عندكم في الكتاب، ويدل على حبه للمال وأنه كأنه يعبد هذا المال. يقول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فوصف الله كأنه مصروعا لهذا المال ويتبع هذا المال ومعبود الله. بالنسبة للمجتمعات فهو ينشر الكراهية والعداوة بين الناس والحقد بين الناس، وأيضا من آثارها أيضا أن هناك طبقية، فهناك فقراء أو أغنياء، ويؤدي إلى استغلال الفقير وعدم الرأفة به. من ناحية الاقتصادية على البلد فيه لا مساوئ كثيرة، فهو يؤدي إلى حرمان المجتمع المشروعات الناتجة النافعة، فأصحاب الربا يريدون الأرباح بدون النظر إلى منافع الناس، وأيضا يؤدي إلى هبوط القوة الشرائية، لأن هذا مثلا إذا عرفت أن هذا الأمر يعني يكون نهاية ربا وزيادة في المال، فلن يستطيع الناس شراء هذا القطع. الأمر الثالث، الربا يؤدي إلى ارتفاع في السلع خصوصا أصحاب الأموال الربوية، وهذا كله من أضرار الربا. النوع الثاني من أنواع الربا ربا البيوع. إذا الربا الأول ربا الديون، ربا البيوع أيضا ينقسم إلى قسمان، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا البيوع من كلمة البيوع، إذا هو في مبادلات تجارية، بينما الأول في القروض وفي الديون.
القسم الأول رب الفضل هو بيع المال الربوي بجنسه متفاضلا، والمال الربوي في الأثمان من الذهب والفضة والأوراق النقدية أو ما تقتاته من الأطعمة من البر والتمر. مثال عند ذلك مثلا أن أبيع مثلا، هو نفس الجنس لكن هناك في زيادة، أبيع مثلا صاع تمر بصاعين تمر، هو نفس الجنس لكن في هنا زيادة، فهذا ربا. النوع الثاني مبادلة 100 جرام، 100 جرام ذهب ب200 جرام من ذهب قديم، هذا أيضا ربا، لأن نفس الجنس ومتفاضل، هناك زيادة، تفاضل، زيادة في الأمر. مبادلة 100 ريال سعودي ب90 ريال معدني، هذا أيضا مفاضلة. طبعا الأموال الربوية لدينا هو الذهب والفضة والتمر والبر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والملح والشعير مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الربا الفضل، فهو نفس الجنس، ذهب بذهب، تمر بتمر، فضة بفضة، ريال بريال، نفس الجنس لكنه متفاضل، فهذا ربا يسمى فضل. ربا النسيئة مأخوذ من نسء الشيء وهو تأخيره، وهو مال ربوي بمال ربوي يتفق معه في العلة مع عدم التقابض. مثلا ذكر عندكم مثال هنا، مبادلة صاع تمر بصاع بر، هو نفسه من الأطعمة لكن ليس نفس الجنس، ليس تمر بتمر، لا هو نفس يعني يتفق معه من العلة، يعني يكون مثلا من الأطعمة بشكل عام لكن ليس نفس جنسه، أو يكون من الأثمان بشكل عام لكن ليس نفس جنسه، فهنا يكون مبادلة التمر بصاع تمر مع عدم التقابض، العلة هنا هو عدم التقابض، هذا هو العلة، لكن يجوز التفاضل بينهم لأن ليس نفس جنسه. يعني مثلا مبادلة مثلا ريال ب5 دولار، هل الريال مثل الدولار؟ لا، ليس هو نفس العلة إنه من الأثمان لكن ليس نفس الجنس، لو كان ريال وريال هذا هو الجنس، لو كان دولار ودولار نفس الجنس، فإذا يجوز التفاضل إن هذا شيء مرتفع شيء منخفض، لكن لا يجوز، العلة هنا هو عدم القبض في الحال، إذا اشترط هنا القبض في الحال. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب ربا، ها بها أي أقبض خذ واستلم، والبر بالبر ها إلا ها بها، والشعير بالشعير إلا ها بها، والتمر بالتمر إلا ها بها. وأيضا حديث النبي، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم، مثلا ذهب بفضة، ذهب بتمر، ذهب، لكن إذا كان بيدا بيد، وهذا الحديث فيه صريحا. مثل ما ذكرت لكم هذا نوعين من أنواع الربا، إذا عندنا نوعين من أنواع الربا، هو ربا البيوع، ربا الديون، وربا البيوع. ربا الديون ينقسم إلى قسمان، وهو اشتراط أن يكون زيادة في الدين في حوله، والأمر الآخر أن يكون زيادة في الأصل، بينما ربا البيوع هو ينقسم إلى قسمين، هو ربا الفضل، وهو كما علمنا مهما معنى الفضل، وهو الزيادة من نفس الجنس، أو ربا النسيئة وهو زيادة وهو تأخير في التقابض بينما هو يعني متفق معه في العلة، مثلا من الأثمان أو من الأطعمة، وهذا كله من الربا. الأموال الربوية النبي صلى الله عليه وسلم وضحها لنا، النقدان مثل الذهب والفضة، ويلحق ذلك الأوراق النقدية مثل الريال والريال اليمني والذهب وهكذا. أيضا الأطعمة وهي 4، البر والملح البر والتمر والملح والشعير، واختلف الأصناف هل هناك يعني شيء مضاف لها، قالوا ما يعتمد على الادخار ويعتمد عليها أهل البلد مثل الرز أو الذرة أو الفول ونحو ذلك، أما ليس قوتا ولا مدخرا فليس فيه مثل الخضروات والألبان والأدوية لأنها ليست تدخر، فلا يلحقها هذا الأموال الربوية.
القاعدة إذن عندنا تقول لا تخلو المبادلات إلا من 5 أمور. القاعدة الأولى أن يكون مبادلة بين مال ربويين من جنس جنسها كذهب بذهب، فيشترط شرطان: التساوي، ويشترط التقابض قبل التفرق، ريال بريال، ذهب بذهب. هذا الأمر الأول. القاعدة الثانية: مال ربويان مختلفي الجنس متحدي العلة، مثل ذهب، مثلا تمر بذهب، متفقي الجنس، عفوا، بر بتمر أو ذهب بفضة، مختلفي الجنس متفقي في العلة، نفس العلة اللي هو أطعمة أو نقود أو أثمان، فهذا يشترط فيه التقابض قبل التفرق، ولا يشترط التساوي. لماذا؟ إنها ليس متحدين الجنس. النوع الثالث: أن تكون المبادلة في مال ربويان مختلفي الجنس والعلة، مثل تمر بذهب. النوع الرابع: أن يكون مبادلة مال ربوي بغير ربوي، مثل ريال بسيارات، ذهب بسيارات، مثلا تمر مثلا بمثلا خضروات، هذا ليس مال ربوي بغير ربوي. الأمر الخامس وهو الأخير: مبادلة مالين غير ربوين، ساعة بجوال، سيارة بسيارة قديمة. هذه كل الحالات الثلاثة لا يشترط فيها لا التساوي ولا التقابض، لا التساوي ولا التقابض، يجوز التفاضل ويجوز التأخير، هذه كلها من المباحات ولله الحمد في الإسلام. الحكم من تحريم بيع الفضل لأن ذلك يؤدي إلى يعني الإسلام يسد باب الذرائع، فيؤدي هذا التأخير في النسيئة، يؤدي الوقوع في الربا الأعظم وهو ربا الديون، وهذا ما يتعامل به في الجاهلية. الفرق بين ربا الديون وربا البيوع أن ربا البيوع محرم تحريم وسائل، ربا البيوع محرم تحريم وسائل، بينما ربا الديون محرم تحريم مقاصد، أي ربا البيوع طريقة البيع نفسها هي المحرمة. ربا الدين لماذا حرم؟ لأن نية الشخص أنه يأخذ منها زيادة، فيه مثلا طمع له وجشع، فيكره الإسلام أن يكون المسلم يطمع في أخيه المسلم. الربا لا تجري إلا في 6 الأموال السابقة، يعني ربا البيوع لا تجري إلا في 6 الأموال اللي ذكرناها: بر وملح وشعير وتمر وذهب وفضة، وما ذكرت لكم وما يعني يشملها وصنفوه العلماء، بينما ربا الديون يجري في كل الأموال، وهذا فرقين واضحين. واضح؟ طيب، بيني الحكم التالي مع ذكر التعليل: حكم ريال سعودي بريالين يمني، هذا حكمه بما أنه هذا الشيء ذكر عندكم أن مختلفين، فمختلفين في العلة، فحكمه ليس ربا، ليس ربا، إذن هذا ليس نعم. كيس أرز بسمتي بكيسين أرز، نعم، هذا واضحة أنه من الربا. كرتون برتقال بكرتون ليمون، وذكرنا أنها ليست من أنواع الربوية، فليس ربا. سيارة جديدة بسيارة قديمة، أيضا ليس ربا. إذا عندنا سيارة قديمة بسيارتين جديدة، ليس ربا. نعم، 10 كيلو جرام تمر ب10 كيلو جرام رطب، أيضا ليس ربا، لأنهم متفقين في نفس المكيال. كيس سكر وطني بكيسين سكر مستورد، بما أن السكر ليس يعني ليس من الذي يدخر وله تاريخ انتهاء، فهو ليس ربا. 10 ثياب قديمة ب10 ثياب جديدة، ليس ربا. التعليل: ما
مثل ما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن مثلا هنا بالنسبة له الأول أنه ليس من نفس الجنس لأنه ريال سعودي بريالين يمني، الثاني لأنه من نفس الجنس ونفس العلة فهذا التعليل، الجميع هذا لا يدخر وهذا ليست من الأموال الربوية وهذا متفق معه في العلة، وهذا السادس ليس مما يدخر، وعشر ثياب ليست من أموال الربوي، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثل ما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. آخر أمر عندنا وهو عقد الصرف، إذا أردت مبادلة مال بمال، عندي أنا أريد أن أصرف ريالات سعودية مثلا، هي عندي مثلا عندي 500 ريال ورقة أريد أصرفها مئات، فيشترط إذا كان من نفس الجنس ريال بريال أن تكون فيها تساوي، يعني يصرف لي 500 بنفس الجنس لا يزيد فيها لا ريال ولا ينقص، ويشترط أيضا التقابل قبل التفرق أن أسلم هذا المال قبل أن يذهب مني. إذا كان ليس من نفس الجنس مثل ريال بجنيهات لا يشترط التساوي لأن العملات تختلف وهذا من يسر الإسلام، لكن يشترط التقابض قبل التفرق، يشترط التقابض قبل التفرق. هذا بالنسبة لعقد الصرف والبيوع. آخر درس عندنا وهو بيع العينة وبيع التورق. ما هو العينة في تعريف العلماء؟ العينة أن يشتري شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على بائع بثمن أقل. عندنا شخصين محمد مثلا وخالد، عندنا محمد وخالد، جاء محمد يريد من يقترض من خالد قرضا أيا كان هذا القرض، فقال أنا لن أقرضك، أنا سأبيع لك مثلا بساعة ب5000 أو جوال ب5000 وتعطيني المال مثلا بعد سنة، وأنا بشتري منك هذا الجوال بمبلغ مثلا اللهم صل على محمد 3000 أو 4000 في الحال. قضية المبادلة بين بائع ومشتري ويصير هو نفس البائع يشتري منه هذا هو المحرم. ذكر عندكم مثال مبلغ احتاج صالح إلى مبلغ 10000 ولم يجد من يقرض قرضا حسنا، فاتفق مع التاجر خالد أن يشتري من خالد سيارة ب12000 ريال مؤجلة بعد سنة، ثم يبيع إلى من؟ إلى صالح الأول سيارة على خالد ب10000 نقدا، وهذا هو المحرم. محرم وهو حيلة عربة، لأن كأن مثلا يقول سأقرضك 10000 وترجع ليها بعد سنة 12000، فهذا هو المحرم وهذا كأن حيلة عربة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذل لا ينزعهم حتى ترجعوا إلى دينكم، فهذا حكم وبيع العينة. بالنسبة للتورق مختلف تماما عن العينة، بالنسبة للتورق مختلف تماما عن العينة. طب نحل هذا النشاط بالنسبة للعينة، اشترى سيارة بالتقسيط ثم باعها على نفس البائع، إذن هنا علة، هذا عينة وهو محرم، وهو محرم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة. اشترى سيارة بالآجل ثم باعها على شخص ثالث، هذا جائز وهو ليست عينة وهو يعتبر من التورق. اشترى سيارة بالتقسيط ثم باعها على نفس البائع، إذن العلة أن يكون يبيعها على نفس البائع الذي اشترى منه. ما هو العلة؟ أن تكون بين شخصين فقط، بائع ومشتري ونفس البائع يبيع عليه أو يشتري منه. فاشترى سيارة بالتقسيط ثم باعها نفس البائع، هذا عينة، هذا عينة. اشترى السيارة حالا ثم باعها على نفس البائع بثمن أقل، أيضا هذا عينة وهذا كله محرم، وهذا كله محرم لأن العلة قلت لكم في نفس البائع. التورق مختلف تماما، إنه يشتري شخص أيضا نفس القضية، يقول أنا مثلا سأشتري منك مثلا سيارة لكن أنا ما معي ثمنها الآن، بدفع لك بعد سنة، ويعطيه هذا المال 10000 12000، ويذهب هذا خالد إلى صديق لهم ثالث ويبيع عليه السيارة لكي يستفيد من المال. القضية من كل العينة والتورق هو قضية المال. فتعريف التورق لدينا هو أن يحتاج شخص إلى نقد
فيشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لشخص آخر، إذا هذا الحمد لله ما وقع في العينة، باعها لشخص آخر ثالث مختلف تماما بثمن أقل مما اشتراها بها. سمي ذلك لأنه يقصد به الحصول على الورق وهو الفضة، الورق وهو الفضة أو المال، يعني المقصود به النقد. قضية صالح يقول احتاج صالح 10,000 ريال لم يجد من يقرضه، فاشترط من خالد 12,000 مؤجلة إلى سنة ثم باعها لشخص آخر ثالث، ولله الحمد هذا من يسر الإسلام، فهذا حكمه جائز وعلى قول جمهور العلماء. هذا بالنسبة لدرسنا لهذا اليوم، إذا تعرفنا على ما معنى الربا وأنواعه اثنان، وهو ربا الديون وربا البيوع، وكل نوع ما هو نوعه، وتعرفنا على ما معنى العينة وما معنى التورق. أتمنى بإذن الله أن كل شيء واضح لكم حبيباتي، أتمنى لكم أوقات طيبة، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه.